الحكومة بايمي باتاكا البير يعقد لقاء مع أعضاء المكتب الدولي للدراسات والتدقيق من الشهادات بحضور العديد من المعنيين. أمينة الدولة في وزارة الشؤون الخارجية تستلم نسخ من أوراق اعتماد السفير التركي الجديد بالبلاد. أمين الدولة في التعليم العالي والبحث يقوم بزيارة إلى كلية إدريس ديبي إتنو للعلوم القانونية والسياسية بجامعة الملك فيصل. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من الفضاء التشادية من أنجمين ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. وقبل البدء في قراءة النشرة أرحب بضيف النشرة في هذه النشرة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذن سنناقش خلال هذه النشرة مع وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني حول انطلاقة الحملة الوطنية للتطعيم الأبقار والأغنام. بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك للمشاركة في أعمال افتتاح القمة المخصصة للمناخ، حيث أن تشاد وفرنسا تربطهم علاقات صداقة حميمة في كافة المجالات، وأن تشاد من ضمن الدول الإفريقية التي وضعت استراتيجيات من أجل حماية البيئة ومحاربة كل الأنواع ومسببات الإخلال بالمناخ. وقد استقبل فخامة الجمهورية من قبل أعضاء السفارة التشادية والسلطات الفرنسية. تابع هذا التقرير الذي عده الزميل عثمان عبد الغني. رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالعاصمة الفرنسية باريس في أعمال المؤتمر العالمي حول المناخ الذي تبدأ أعماله يوم 12 ديسمبر عام 2017 بمشاركة عدد كبير من زعماء العالم والمتخصصين والمهتمين بقضايا البيئة والتغيرات المناخية. وهذا الاجتماع يناسب الذكرى الثانية من اتفاقية باريس حول المناخ، ويأتي هذا المؤتمر عقب قمة مدينة كانكون المكسيكية، كوبنهاجن الدنماركية، دوربان بجنوب أفريقيا، ومراكش المغربية، وباريس الفرنسية. وفي جميع هذه القمم طلب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من الحاضرين الاهتمام ببحيرة تشاد وحماية البيئة والتغيرات المناخية والبيئية التي تحدد مستقبل بحيرة تشاد. علما فور وصول رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مطار برجي الدولي بباريس، كان في استقباله السفير تشاد لدى فرنسا الدكتور أمين أبا صديق، والممثل الدائم للبلاد لدى اليونسكو محمد صالح آدم جرو، والممثل الخاص لرئيس الجمهورية لدى الفرنكوفونية، وعدد من المسؤولين بالسفارة التشادية بباريس. ويرافق رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في هذه الرحلة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني.